أنا شاب أبلغ 20 من عمري، وقد تقدمت لخطبة فتاة هي ابنة عمي، وبما أن لي أختا في سن الزواج فقد رفض عمي تزويجي بابنته إلا بعد موافقتي على تزويج ابنه أختي بطريق البدل، وقد حاولت كثيرا في إقناعه بأن ذلك لا يجوز، ولكن دون جدوى فهو مصر على ذلك. وتحت هذا الإصرار ولرغبتي الشديدة في التزوج من ابنته، فقد وافقت أن يتزوج ابنه من أختي وأتزوج ابنته، ولكن إلى الآن لم يتم الزواج، فما الحكم لو تم بهذه الصورة؟ فإن كان ذلك لا يجوز، فماذا علينا أن نفعل لكي يتم عقد الزواج لي ولابنه دون ارتكاب محظور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مثل هذا الزواج الذي سألت عنه بأن رفض ولي المرأة أن يزوجك بها حتى تزوجه أختك، مثل هذا الزواج لا يجوز، لأنه شغار ونكاح باطل. نعم، إذا كان تزويج المرأة مشروطا بتزويج الأخرى فهذا هو نكاح الشغار، فإن كان بدون مهر فهو شغار بإجماع أهل العلم وباطل، وإن كان معه مهر فالصحيح أيضا أنه لا يجوز، لأن في ذلك إضرارا للمرأتين في صالح الرجال، والإضرار بالنساء لا يجوز، لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر في مصلحتها هي لا في مصلحته هو، لأنه ولي عليها وراع لمصلحتها، لا يجوز له أن يستغل ضعفها وولايته عليها في صالحه هو ولو أضر ذلك بها. فمثل ما سألت عنه هذا لا يجوز الإقدام عليه ولا العقد فيه، والذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى. نعم، ليس فيها اشتراط أن تزوج وليها بأختك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والنساء كثير وما جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من ضيق وحرج، فعليك أن تلتمس زوجة أخرى بدون أن تضر بأختك. نعم نعم بارك الله فيكم.